دولة كتقول ما كاينش الفلوس باش المولود تاعي مكلف جدا، حنا كنقترحوا عليها تزيد ضريبة على الثروة. اليوم راه كاين خصص كبير ومهول في الهيئه ديال التدريس، نحن بحاجه الى اساتذه قارين خصهم يتوظفوا في الوظيفه العموميه ويدوزوا المباراه ويتم التكوين ديالهم المستمر وتعطيهم القيمه الماديه والمعنويه. والاستاذ الا كان غادي يعيش في الباديه نوفروا له الدار، لما لا باش يكون مستقر، ونوفروا له تحفيزات واننا نشجعوا الامتياز في هيئه التدريس، لان هذا هو المدخل للنهوض بالمنظومه. وحنا كنا كنقراو في مدرسه عموميه ربما ما كانش فيها الامكانيات كلها، ولكن كان فيها الاستاذ والاستاذه واقفين مثقفون عندهم ثقافه تقدميه، يقراون يكتبون الشعر، ماشي بحال الكلاخ اللي ولينا كنشوفوا في بعض الجهات كيحاولوا غير الفورماتاج ديال الدراري ويرميو بهم كفرائس للدواعش ولا جهات اخرى معينه باسم الاسلام السياسي او باسم يعني مصائب كبرى يجب ان نحتاط منها وان نحاربها. الصحافه في الدول المتقدمه كتعتبر سلطه رابعه وتساهم في تطوير وتنوير الراي العام، واخا الاعلام اليوم حتى هو على المستوى العالمي الكبير متحكم فيه، تصنع الصوره وتصنع الراي وتصنع رؤساء دول وتصنع بزاف د الحوايج. انا كنقول بانه في دول ناميه بحال الدول ديالنا احنا محتاجين للنهوض بالمنظومه التربويه والفضاء الثقافي، ومحتاجين بالنهوض بالاعلام ديالنا. وحنا عندنا امل انه هاد الخريجين ديال المعاهد العليا ديال الاعلام اليوم شباب وتيشوفوا الظلم وتيشوفوا الكيل بمكيالين وكيشوفوا الغطرسه ديال الامبرياليه والصهيونيه والرجعيه، انهم غادي ينتفضوا يتعاونوا معنا من اجل بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتقدم. هاد الصحفيين ما خصهمش يحاكموهم لانهم ما قالوا الا الحقيقه. اليوم حنايا في هذا المغرب التناقضات الكبرى نحاكم الصحفي الشريف الذي يقول الحق ونغض الطرف عن المفسدين والتابعين والمتحكم فيهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.